اللي صار فيها الهزات الأرضية والهزات اللاحقة. هذا توصف المركز الرئيسي. المنطقة الصربية الهزات الأرضية. بداية حمى الله بلادنا من شمالها إلى جنوبها. بلغ عدد الهزات الأرضية المسجلة من قبل الهيئة العامة للموارد الجوية والرصد الساري في منذ فجر يوم الاثنين الموافق 11/9/2023 12 هزة أرضية تراوحت قوتها ما بين 2.1 إلى 5.2. تم الشعور بالهزتين الأوليتين من قبل المواطنين، أما باقي الهزات لم يثبت الشعور بها. التركيز كان بتوس خرماتو ومحافظة صلاح الدين لتأثر بها محافظة تربيل وأجزاء من نينوى وكذلك محافظة كركوك. نحن كتجيل يعني الدول المجاورة عندهم هزات أرضية يومية، لكن ما بقوة هذه اللي صارت عندنا البارحة. هل أكو توقعاتنا عصير هزات أرضية قادمة يعني الأيام القادمة؟ تنصح الناس هو من خلال يعني ماكو أي تنبؤ بعلم الزلازل بحدوث الهزات الأرضية، لكن النصيحة أنه لا سمح الله إذا صارت هزات أرضية أكو إجراءات واجب اتخاذها من خلال يعني عندنا نحن موقع مال الهيئة العامة للموارد الجوية والرصد الزلزالي، ويمكن متابعة هذه الوصاية الزلزالية للحد من مخاطر الكوارث. هناك تعاون بينكم وبين الدفاع المدني وتنسيق موجود بينكم؟ من خلال التواصل مع مديرية العامة للدفاع المدني لم يثبت حصول أي أضرار مادية أو بشرية من قبل المواطنين والحمد لله.